تواصل القوات الشرعية اليمنية المدعومة بالقوات الإماراتية في التحالف العربي عملية تطهير معسكر خالد غربي تعز بعد اقتحامه أمس من الجهة الشمالية الغربية والوصول إلى مقر القيادة وساحة التدريب. تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي سيطرت قوات الشرعية اليمنية على معسكر خالد بن الوليد الكائن في مديرية موزع شرق المخا بعد مواجهات استمرت أسبوعين مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح. السيطرة على معسكر خالد تعد إنجازا مهما بالنسبة لقوات الشرعية، فهو من أكبر الثكنات العسكرية في اليمن وتبلغ مساحته 12 كيلومترا، كما أن طرد الحوثيين من المعسكر وتمركز قوات الشرعية فيه سيعمل على تغيير موازين المعركة لصالحها ويعيد رسم الخارطة العسكرية اتجاه تعز والحديدة باعتباره يقع على مفترق الطريق الرابط بين المحافظتين. عملية السيطرة على المعسكر جاءت عقب عملية التفاف نفذتها القوات الحكومية من محورين وتمكنت من السيطرة على البوابة الشمالية والغربية قبل أن تنتقل المواجهات إلى وسط المعسكر. وجاءت المعركة بعد استعادة قوات الشرعية الخط الرابط بين تعز والحديدة وقطع التعزيزات عن الحوثيين. خسائر الحوثيين في المعسكر كانت كبيرة، فقد قصفت مقاتلات التحالف مواقع المتمردين ومركباتهم العسكرية، والآن تعمل قوات الشرعية على تطهير جيوب المقاومة الحوثية في بعض التلال الواقعة جنوب وشرق المعسكر. الفرق الهندسية التابعة لقوات الشرعية باشرت عملها في تفكيك الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون قبل فرارهم من داخل المعسكر.